أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية لمدة عام. وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيع أن تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية حيوية في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها أو تمت زراعتها بطريقة عشوائية وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل.